مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في قراءتكم العاطفية. شهر يونيو القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. أول شي راح نشوف جانبك أنت يا برج العقرب. أول كرت هي الطاقة العامة للفترة القادمة، ومن ثم الطاقات الفرعية والشريك كذلك. الطاقة العامة للشريك والطاقات الفرعية اللي تكون وراها. عزيزي برج العقرب، طاقتك العامة هي ملك الأكواب. أنت في عنصرك، في عنصرك، يعني أشوفك وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضوج العاطفي. صرت تعرف ماذا تريد من الشريك بالضبط، صرت حتى عارف من هو الشريك اللي في بالك، ولو كان في خيارات أخرى عينك على شخص معين بمواصفات معينة. وحتى لو كنت قبل مثلا عندك لو أمل بسيط أن أنت تنتقل لشريك ثاني أو حتى تقبل وجود شخص غيره، ولكن في هاي الفترة اتضحت أمامك الرؤية. أشوف هني الطاقة تقول لي عينك على شخص معين وكأنما متمسك فيه بعيوبه، صرت تقبله وصرت تشوفه أيضا على حقيقته بعيوبه بحسناته بامتيازاته، صرت تعرفه حقيقة وما تبي شخص غيره. خلينا نشوف شلون الشريك يرد على طاقتك. أوكي، الشريك عنده شوي من طاقة التغلي، احتمال أنك تتعامل مع برج أيضا مائي أو طاقة المياه طاغية على قراءتك. عندنا هني كرت برج الحوت، وهني ممكن تكون أنت أو حتى برج السرطان. الشريك بما أنه صار يعرف أنه هو الاختيار بالنسبة لك، صار يعرف مكانته، احتمال في الفترة القادمة يحاول أن يكون شوية خفي، مو يتغلى، شوية عنده طاقة تغلي، بالإضافة إلى أنه قاعد يحاول يخفي نفسه مثل القمر. القمر هي طاقة الغموض وطاقة الإخفاء، طاقة الأمور اللي قاعدة تصير خلف الكواليس. يعني بما أنه شريكك هني صار يعرف مكانته بالضبط بالنسبة لك وأن أنت الخيار، أوكي، وصار عارف أن أيضا أنت متقبلة، فصار هني يحاول أنه يحاول يثبت مكانته عندك أكثر، يشوف قدر عندك أكثر، يدفعك احتمال شوية، يحاول إنه يستفزك، يحاول إنه يختفي عنك أو يبتعد عشان يشوف، مو لأنه ما يبيك، ولكن عشان يشوف أو يتأكد من مكانتك عنده. لأنه كأنما لأنه عنده هني كرت القمر وهو كرت الغموض، أنت اتضحت لك الرؤية، ولكن يمكن هو لحد الآن مو متأكد من مكانته في قلبك 100%. الموضوع بينكم خاص طاقة الأمور المتعلقة بالقلب. أريد أن أعرف مدى غلاي ومكانتي عند هذا الشخص. هل أنا شخص قابل للاستبدال، أو هل أنا شخص مؤقت بالنسبة لبرج العقرب، ولا خلاص ما راح يتخلى عني؟ وحتى مثلا لو مريت بظروف صعبة، يمكن شريكك قاعد يمر بظروف مالية أو صعوبات في الحياة بشكل عام، وحتى هني قاعد أشوف مشاكل شوية صحية، ما عادت صحته مثل الأول، فهل أنت راح تظل متمسك فيه؟ بالنسبة لك نعم، بالنسبة له هو لحد الآن مو متأكد من ردة فعلك. خلينا نشوف الطاقات المحيطة. عندك كرت القوة، كرت برج الأسد، ممكن أنك تتعامل مع برج الأسد، ولكن في هذا الكرت قاعدة أشوف انك متمسك اكثر من السابق بشريكك. خلال الفترة القادمة راح انت اللي تكون مبادر، زين، انت اللي مبادر، وانت اللي حتى هذا الطاقة النارية كأنما قاعد تقول للناس اللي حولك انه مهما انا وصلت الى اختلاف، في النهاية هذا شريكي وراح نحل الامور مع بعض. هذا الكلام وهاي الرسالة تحاول توصلها للعذال، للاعداء اللي يحاولون يخترقون علاقتك مع هاي الشخص او يخربون عليها. قاعد تتصدى لهم وتقف أمامهم وأمام حيلهم اللي يحاولون يسوونها. شوف طاقة الشريك، الشريك متخوف، الأمور ما قاعدة تخترق محيطك أنت أو حاجزك، ولكن شريكك متخوف، قاعد وايد يعيش في مخاوف، عنده abandonment issue أو يخاف أنك تتخلى عنه. لحد الآن قلت لك الأمور اتضحت بالنسبة لك، ولكن هو لم تتضح الأمور بالنسبة له. يخاف أن أنت مثلا في آخر لحظة ما راح تحارب من أجله، وهو سيكون وحيدا ومخذول. اللي بعده
سبع الخماسيات، انت تعرف ان هاي الشيء راح يكلفك الكثير، ولكن مع ذلك مقتنع بالتضحية اللي راح تقدمها من اجل الشريك. شجاعتك فيها تضحية وفيها ايثار على النفس، ولكن هل انت كأنما قاعد تتحمل نتيجة اخطائك، او قاعد كأنما تلوم هني نفسك تقول انا بعد مثلا قصرت في السابق، وهذا الشخص لما كان مستعد ولما كان قوي لما كان عنده اموال شريكي ما قصر معاي، وهل الحين تشوفه مثلا ضعيف ومستعد ان انت تشيل العبء عنك وعنه، العبء مال شخصين مرة واحدة؟ احتمال شديد. انزين، مقابل هاي الطاقة، طاقة تحمل الأخطاء بغض النظر من اللي أخطأ هني ومن اللي خسر ومن اللي سمح للآخرين إن يدخلون بينكم، انت هني مستعد ان تلملم الموضوع، تلمه، تخليه ما يكبر او ما ينتشر اكثر من كذي. ولكن اشوف ان شريكك ترى يا برج العقرب اما قاعد يلومك، اشوف سيناريو هين، اما قاعد يلومك اذا كنت انت المخطئ، او اذا ما كنت المخطئ فهو قاعد يلوم نفسه. هذه طاقة لوم النفس، انا اللي اخطأت وانا اللي سببت الخسارة لهاي العلاقة. ثمان الاغصان، هني شريكك يقول العين بصيرة واليد قصيرة، يرغب في مساعدتك، اوكي، يرغب في انه يعينك، بس يقول بينه وبين نفسه انا نفسي احتاج الى المساعدة، انا نفسي ضعيف. قلت لك شريكك قاعد يمر بامور احسها جدا صعبة، مشاكل صحية، مشاكل في مكان العمل، مشاكل ممكن انه ايضا يكون برج ناري، عندنا طاقة النار تكررت، حمل قوس اسد، يرغب في مساعدتك. ولكن بما ان اشوف هني في بعد مسافة، او الموضوع اللي انت تحتاج المساعدة فيه هو ما يقدر يساعدك بشكل مباشر، فشنو قاعد يسوي؟ قاعد يعطيك طاقة التحفيز، يساعدك بالصوت، يساعدك بالدعم، بالتشجيع، بكلام مثل لا تيأس، ما بقالك شيء وتوصل. سبعة هو رقم الانتظار، ورقم يقول لنا لا تيأسون، لو الحين الثمار ما شفناها راح نحصدها بكرة، مو اللي بكرة اللي بعده. هاي النوع من الطاقة، شركك يقول لك لا تيأس، لا تستسلم، اوكي، حتى لو هني شوي راح يصيدك شوي تعب يا برج العقرب، تشيل حمل في حين ان شريكك تعبان، يمكن هو يمر بوعكة صحية او بأزمة مالية، بأزمة في امور الدراسة، فانت هني تحاول تشيل الحمل وهو عاجز انه يشيله معاك، فيشجعك بالكلام على الاقل، بالروح، بتواجده في حياتك، بالسؤال عنك والتواصل المستمر. اخر كرت عندك يا برج العقرب، الكوب الاول، قاعد تقول لشريكك وقفتك معاي هالمرة ما راح انساها، ولو اني مقصر او ولو انك اخطأت في السابق يا شريكي العزيز، ولكن وقفتك حتى وان كانت بالصوت، حتى وان كانت مجرد الدعم المعنوي، ما راح تذهب سدى، اوعدك بهذا الشيء. طاقة الوفاء، اجوب برج العقرب في الفترة القادمة جدا وفي، ويذكر حتى مثقال ذرة ايش كثر مو بس شريكك، حتى الاشخاص بشكل عام ساعدوك او كانوا ضدك. برج العقرب من الابراج اللي تمتص الكثير من الطاقة وبعدين تفلترها، اما راح تختزن هاي الطاقة عشانك كطاقة حب لانك وقفت معاه، او راح يتذكر، يظل يتذكر يوم من الايام ان انت اذيته، او ان انت سويت لكذا كذا في الموقف الفلاني. طاقة اللي راح اخزن، يعني انت هنا عندك طاقة تخزين، هل راح تخزن شيء ايجابي؟ اشوفه الاغلب شيء ايجابي، اوكي، شيء ايجابي يأتيك من طرف شريكك، وقفته معاك، مساندته لك، تشجيع عليك على ان تقوم بهاي الخطوة. انزين، فكأنما تقول له وقفتك معاي ما راح انساها، وايضا حاط في بالك الاشخاص الثانيين اللي حاولوا ان يدخلون بينكم، او مثلا مريتوا فترة صعبة، في اشخاص شجعوا شريكك على الانفصال عنك، ولكن شريكك ما انفصل عنك، قاعد تختزن كل شيء، الجيد والسيء، كل واحد تفلتره وتحطه في كوب وبروحه، شريكك حسابه بروحه. هني قاعد تقول انت يا برج العقرب هذا الوقت ليس وقت اتخاذ اجراءات، ولكن مو معناته اني راح انسى، في طاقة اختزال للاخرين، حسابهم يأتيهم بعدين، لما انا استطيع اكون اقوى من الوقت الحالي، استطيع المواجهة، والشريك ايضا جائزته، وهذا
وعطاءه معاي ما راح انسى، الكل ما راح انسى، ولا حتى مثقال ذرة طاقة حاطينكم كلكم في بالي. انا اشوفها طاقة صراحة جميلة، ان كل انسان في النهاية مثل الكارما لازم يتجرع من نفس الكوب اللي يشربك اياه. اذا شربك كوب جيد، او حتى لو شربك كوب سيء ولكن كان بطيب نية، انت قاعد تاخذ كل الاعتبارات في بالك. كرت العاشقين، اوكي شريكك بالضبط قاعد يلوم نفسه، عنده طاقة لوم النفس انه هو ما تصرف بالطريقة الصحيحة في السابق، دخل اشخاص بينكم، اطراف خارجية. رقم الثلاثة هي دائما في تدخل خارجي، كان في موضوع بينك وبينه متعسر مختلفين عليه، وهم شعلوها، شعلوا المشكلة عن طريق تدخلهم، ولكن هو شريكك سيرجع لك في الفترة المقبلة، راح يصير اكثر ثقة فيك. عندنا كرت العاشقين، كرت برج الجوزاء، يعرف هني شريكك وصل الى مرحلة، مو قلت لك في البداية مع بداية القراءة، انت صرت تعرف شريكك اكثر ومتأكد منه، هو على نهاية الفترة القادمة ايضا سيصل الى نفس المرحلة، سيعرف ان انت الاختيار بالنسبة له، وان هذا مو وضع مؤقت، ولا هذه شراكة ندخل منها ونطلع منها على كيفنا، هذا هو الاختيار، انت الاختيار بالنسبة له، ولكن كنت تمرون مجرد بمشكلة او بمطبة مثل ما نقول، بعرقلة بسيطة في علاقتكم، راح يتأكد منك انت في حياته، راح يتأكد ان انت الشخص المناسب او المنشود حقه هو. خلنا نشوف شلون الطاقة راح تتطور من خلال نهاية الشهر، إلى وين راح توصل الأمور بينكم. هني أشوف ملك الأكواب قاعد يقول لي الصبر زين، تصبر على شيء، قاعد تصبر على شيء، أنت مو قلت لك طاقة اختزال تحت الكوب الأول، قاعد تقول كل اللي يصير الحين راح أعديه، ولكن في الوقت المناسب الكل راح يحصل على حسابه. في كرت برج الأسد، الكل راح يحسب على حساب المنفرد. هذا كرتك يا برج العقرب. خلنا نشوف طاقة الشريك، ممكن يكون شخص أيضا من برج الجوزاء هو اللي يساعدكم أو يساعد شريكك على تخطي هاي المرحلة الصعبة، يعني يهدي الشريك بمعنى أصح. أنت يا برج العقرب عندك فارس النار، طاقة نارية، حمل قوس أسد. هني ما قاعد أشوفه كطاقة الفارس اللعوب، هني أشوفه كطاقة الهرع إلى المساعدة. في الفترة القادمة أنت عارف أن شريكك احتمال من برج ناري، اختار خيارات خاطئة، خيارات عشوائية غير ناضجة، أدت إلى تتابعات إنزين ولها أثار سلبية على علاقتكم. أنت اللي راح تهرع إلى المساعدة، أنت راح تضبط الوضع، تدخل إلى وضع مكركب والضبطة طاقة فارس النار، ومن ثم تفلتر الوضع. كل شخص تحط حسابه في قارورة بروحه، طاقة جدا جميلة مخلوطة بطاقة دهاء وذكاء الماء وطاقة النار، تعجبني هاي الطاقة يا برج العقرب. خلنا نشوف شريكك إلى وين راح يصل معك. الكوبين مثل طاقة بالضبط توأم الروح، الشريك الحبيب، شريكك راح يصير يسمع كلامك بشكل أفضل في الفترة القادمة، يعني من بعد وإن كان هني موقف سلبي أو ظروف سلبية مريتوا فيها مع بعض واضطريتوا تتخطونها بصعوبة، وإنت اللي اضطريت يا برج العقرب تشيل الحمل الثقيل، تشيل الكركبة اللي صارت، ولكن على الأقل راح تتضح الصورة لشريكك، من هو الشخص اللي أثق فيه، أثق في شريكي فقط برج العقرب، من هو الشخص اللي لازم أسمع كلامه وأتقبل منه الكلام وأتقبل منه النصح. راح أقول لك ليش، لأن هني في طاقة النار، طاقة النار هي طاقة العناد، طاقة الاستقلالية، مو مثل طاقة عناد الأرض، الأرض طاقتها مختلفة لما يعاندون، طاقة عناد النار إن أنا أتصرف بطريقة ما أخذ فيها باعتبار إلا نفسي، وبعدين تطلع في نتائج ما فكر فيها هذا الشخص. فعندما أنت هني هرعت إلى المساعدة وضبط وأثبت نفسك له،
راح يكون شريكك عندك مثل العجينة، راح يكون جدا متقبل لكل آرائك وكل تعليماتك ونصحك وتوجيهاتك في الفترة القادمة. عزيزي برج العقرب.